بيان الألتراس اليوم كمان يتمشى مع الواقعية المطلوبة. واقعية مطلوبة ازاي؟ يعني شفتوا زي ما الرئيس بيتكلم عن احنا لازم نهتم بالعمل والبناء، قضية الألتراس بتستنزفنا بشكل كبير جدا. احنا قلنا كان بدأت بشكل إيجابي جدا، عمقت الولاء للأندية وعمقت الولاء حتى لمنتخبنا الوطني لما بيلعب، وحولت الملاعب إلى شكل كرنفالي مبهج، لكن للأسف الشديد تحولت بعد ذلك إلى ظاهرة عنيفة بشكل كبير. والأخطر من كده إنه بعضهم وليس كلهم، بعضهم استخدم من قبل جماعات بعينها سواء حازمون أو جماعة الإخوان، مش كلهم بقول بعضهم، هم نفسهم قالوا كده في البيان، إنه عشان كمان حرصا على إنه محدش يجتذب بعضهم إلى بعض القوى، يعني تحاول اجتذابهم يعني. عشان الملاعب ترجع تاني الناس تستمتع بيها، وعلشان كمان ما تتحولش ماتشات الكورة إلى دم يسال وإلى مواجهات مع الشرطة، والبلد بتبقى مش ناقصة يعني فيها ما يكفيها، سواء من مواجهة مع إرهاب أو مواجهة متاعب اقتصادية ومعيشية يعني. فالحال الألتراس اليوم تحلوا بالواقعية، إلا أتمنى إنها تكون مدخلا وبداية لعودة الجماهير للملاعب، هتكون كمان بالتأكيد مدخلا للتعامل مع القضايا اللي موجودة في المحاكم، هو وفقا للقانون، لكن بالتأكيد كمان هيبقى فيها إنه هذا التوجه الجديد ما هو كمان بيساعد المحبوسين قانونيا، بيساعدهم كمان في الموقف القانوني لهم يعني. فبالتأكيد ده هيؤدي إلى نتائج طيبة للشباب المحبوسين على ذمة القضايا، قضايا عنف الملاعب، وكمان هيؤدي في النهاية إلى عودة الجماهير للملاعب ووقف هذا الاستنزاف وهذا النزيف اللي بيؤدي إلى إسالة الدماء في أكثر من واقعة شفناها. تعالوا نشوف تقرير عن واقعية الألتراس اللي أعلنوا حل جبهتهم اليوم، وده الحقيقة علشان الأسباب اللي أنا قلتها، الشباب اللي بيتم اجتذابه لمناطق ملهاش علاقة خالص بمتعة كرة القدم من قبل قوى متطرفة، وكمان الناس اللي في السجون بسبب تحويل هذه الظاهرة المبهجة إلى ظاهرة عنيفة زي ما شفناها. احنا هنقول بيان عاجل، منذ 13/4/2007 تأسس جروب ألتراس أهلاوي لمساندة النادي الأهلي داخل وخارج مصر مع جمهور الأهلي. لن نتخلف عن حضور أي مباراة للوقوف بجانب الفريق في جميع الألعاب. الرابطة جزء صغير من جمهور النادي الأهلي، ووجودنا أو عدمه لم يحرم الأهلي من جماهيره. المباريات أمام أي مشجع الغرض منها المشاهدة والاستمتاع فقط لا غير. الرابطة منذ تأسيسها داعمة ومساندة للدولة ولن تكون غير ذلك، ولذلك قررنا من أجل الحفاظ على مستقبل الجميع حتى لا يستغلنا أحد استغلال سيء حل جروب ألتراس ورابطة أهلاوي نهائيا.